السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا بطلب من بعض الأصدقاء اللي رادوا عدة الإضافية للنحال، فإحنا بصراحة عندنا عدة بسيطة نشتغل بيها. المفروض كل نحال أن يحاول أن لا يشتري من الأسواق، يعني جدوى اقتصادية، يقعد يشتغل بإيده وشغلات كلش بسيطة وعمليات قياسات مضبوطة وكل شيء ينتهي. واحنا هسه راح نشوفكم العده مالتنا اللي احنا نشتغل بيها بالبيت. عندنا هذا مزرف كهربائي، او خليني اجي من هاي الصفحه. من هاي الصفحه هاي المناشير، هاي كابسه وشفرات حفر، هاي انواع البسامير والبراغي، هاي كوسرات، هاي مال تنظيف الاغطيه، هاي كابسه. عندنا هذا كاغذ ثقل، كاغذ جام اللي يسموه. هذا فوق عندنا الفخات اللي احنا نسميها، هي فخه نلزم بها الخشب. زين اخويا، يعني عمليه بسيطه. هذا هي اصباغ طلاء، يعني حتى احنا صار عندنا جدوى اقتصاديه حتى نستفاد. احنا ليش نروح نشتري من السوق؟ نشتغل احنا بدينا. هذا نجي، هذا عندنا هذا مزرف كهربائي، هذا نستفاد من عنده. وهذا مزرف شحن بس هم محور كهربائي، هذا 8 امبير. وهذا مزرف اخر 24 امبير، ايضا محور كهربائي لانه ماكو بطاريات عليه. عندنا هذا منشار تخريب، هذا ضروري النحال من الضروريات ان يكون عنده واحد من عنده للمعاكس. عندنا هاي رنده يدويه، وعندنا هاي رنده كهربائيه، هذه اللي هي رنده الكهربائيه. وايضا عندنا فريزر نحن نثبتيها. هاي فريزر وهاي البراين مالتها، هذه ما تحتاج النحال، يعني اكو امور يمكن ما يقدر عليها. هاي فريزر. يجي بقى عندنا منشار التقطيع اللي هو المهم. منشار التقطيع هذا احنا سويناه بدينا. الماطورات، يعني المنشار اكو انواع عفوا، اكو صيني واكو اوروبي. الصيني ما يتجاوز يعني يمكن 40,000 او 45,000، ويمكن تاخذ باقل ب 25، لكن هذا الاوروبي ب 100,000، 100,000 دينار عراقي. شوف احنا شلون مثبتين من جوا. وهي السوبر مالته ايضا احنا مسويها سوبر عملية. هذا المنشار لازم يتثبت بشكل دقيق، يعني انت لما تريد تاخذ قياس، يعني اذا هذا من هذا الجانب اذا 2 سنتي او 3 سنتي، يجب ان يكون من هذا الجانب ايضا 2 سنتي او 3 سنتي. والشفرة لازم توقف عدل، يعني مستقيمة ما بيها ميلان. يعني هسه لو تلاحظ مستقيمة ما بيها ميلان، يعني شوية هاي الشغلة يجب ان تكون دقيقة. واحنا سوينا شغلة اضافية هي موجودة طبعا عند النجارين. سوينا هاي الشغلة حجز، خلينا هاي القاعدة حتى ننزلها بهالصيغة هذه، وتودي وتجيب، يعني تاخذ قياسات مضبوطة. يعني إذا تريد تشتغل لك شغلة معينة، تريد تشتغل لك شغلة معينة في قياس ثابت،
هاي الخشبة الصغيرة وينها؟ بقياس ثابت. يعني مثلا تريد تطلع هذا الحفر لازم كل القطعة اللي انت تسويها تطلع بنفس القياس. فانت تستخدم هاي الشغلة تلزمها بفخها وبعدين تخلي الخشبة وكلها يطلع بقياس ثابت واحد. هذا كل ما موجود بعدة النجارة. يعني هي غرفة صغيرة بها غراض محلنا، لكن احنا مستغليها ونشتغل بها، واحنا الحمد لله كل شيء ما ناخذ من السوق. يعني اذا اريد نشتغل فقط الخشب، نشتري الخشب المسمار فقط لا غير. هذا شكرا جزيلا، الى اللقاء.